إلهنا مولانا خالقنا رازقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين